وبالتالي تبلورت فكرة ضمان جودة التعليم كأحد أهم المشروعات التي تضمنتها وثيقة الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المؤتمر العام القومي لتطوير التعليم العالي عام 2000. ورغم عدد الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الجامعات الحكومية ما زال دون طموحنا وطموح وطننا الذي هو أحوط ما يكون إلى تأكيد الجودة وضمان استمرار في مختلف المؤسسات، حيث أنه حتى هذه اللحظة حصلت 66 كلية من 391 كلية على شهادة الاعتماد بنسبة 17%. فإن الأمل ما زال يحلون أن تتضاعف هذه النسبة إلى أن تصل إلى 30%. المستهدف يكون في عام 2020، لكن الدراسات والمؤشرات بتقول في 2017، في نهاية 2017 ستنتفع هذه النسبة إلى 30%. السادة الحضور الكرام، أكرر خالص شكري وتقديري لأسرة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعلى رأسها الأستاذة الدكتورة بوهان سماعيد رئيس مجلس الإدارة، كما أكرر ترحيبي بكل المشاركين في المؤتمر من الدول الصديقة والشقيقة، متمنين لحضراتكم جميعا دوام التوفيق والسداد وللمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه المنشودة، وللهيئة وكل مؤسساتنا العلمية والتعليمية كل تقدم وازدهار. أشكركم والسلام عليكم. شكرا للأستاذ الدكتور أشرف الشيخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.